تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاج خليفة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد رفقة أعوان مفتشي التجارة بالدبيلة من حجز كمية معتبرة من مادة الشعير تقدر ب 182 قنطار موجهة كأعلاف للحيوانات على مستوى مخزنين غير مصرح بهما تابعين لمحل تجاري. هذه العملية تندرج في إطار مكافحة المضاربة واحتكار المواد الواسعة الاستهلاك ومتابعة مصادر تمويلها. هذه العملية كانت نتيجة لاستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها وجود ممارسات تجارية غير مشروعة تتمثل في المضاربة في مواد مدعمة وتخزينها لغرض إحداث ندرة وذلك تنفيذا لإحكام القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة الغير مشروعة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.